مرحبا برج الميزان، أهلا فيكم في القراءة العاطفية. هالقراءة راح تنطبق على الطالع والشمسي وأيضا القمري. عندنا ملكة السيوف، أنت برج الميزان، أنت اللي طاقتك هوائية، لكن أشوف أن في هاي الفترة شريكك وايد قاعد يكابر، لأنه ابتدت مشاعر تطلع عنده، تحاول أنها تخرج إلى السطح. شنو هاي المشاعر؟ مشاعر تخص الغيرة، عنده غيرة وقاعد يراقبك من بعيد، ما بقول لك ياخذ اخبارك، بس اوريدي عارف ان شنو قاعد يصير في حياتك. انزين، وان كنت انت ما تشوفه، مشغول اما هني في الكواليس بامور ثانية بشخص ثاني، يمكن انت يا برج الميزان خلاص وصلت حياتك بدونه، هو الحين صارت عنده مشاعر تخص الكبرياء. شلون برج الميزان ما رجع سأل عني؟ شلون وعدني انه ما راح يتركني؟ وشلون يتجرأ انه مثلا يكمل حياته بدوني؟ مشاعر تخص الغيرة والتملك هي اللي قاعدة تطلع عند شريكك. عندنا الشمس، الشمس هو كرت يخص الحقيقة، كرت جدا ايجابي. حبه، هذا الشخص حبه لك، ممكن انك تتعامل مع شخص من برج الاسد، حبه لك قاعد يطمسه، قاعد يضغطه بالمشاعر السلبية، بمشاعر الغيرة، التملك، المقارنة، الشك، ممكن حتى طاقة الشك عنده. هل هذا الشخص أصلا كان يحبني؟ برج الميزان هل كان صادق معاي؟ لأن الحين أشوفه مع شخص ثاني، أو الحين أشوفه مواصل حياته بشكل طبيعي. الحقيقة تريد أن تظهر. شنو الحقيقة هني تقول لي؟ إنه هو للأسف الحين معاك، سوري، الحين بدونك هو أتعس من لما كان معاك. لما كان معاك كرت الشمس يقول لنا أنه هو كان سعيد، كان مرتاح، كان يحس بسعادة عارمة، يعني مو ناقصة أي شيء في حياته على المستوى العاطفي. ولكن الحين بدونك يمكن جدا هذا الشخص أشوف أنه اتخذ خيارات ثانية لما كان معاك في العلاقة، وبعدين أنت اللي قررت تسحب السيف على العلاقة. إنزين، فلما حين أنت، ولما في السابق قررت انك تسحب السيف على العلاقة، هو هني يقول لي شلون يتجرأ. ولكن الحقيقة الواضحة انه هو يفتقدك، يفتقد وجودك في حياته، لأجل ذلك قاعدة تصير ردة فعلية بدل ما تكون ايجابية، بدل ما تكون بانه يصارحك بمشاعره ويقول لك الحقيقة، قاعد يظهرها بشكل عتاب او شكل لوم او شكل انه يلعب دور الضحية. هني عندنا الكوب الصغير، يحاول مو بس انه يطمس ويضغط ويكبح مشاعره تجاهك، يحاول انه يقلل من قيمة الماضي اللي بينكم. يعني يقول بينه وبين نفسه، او حتى الكلام اللي يقوله بين الاخرين، هني اللي قاعدة اشوف الحكي اللي يقوله عليك قدام الناس، بين الناس اللي يعرفونكم او على الاقل يعرفون قصتكم، اصدقائه، من شخص عده، اصلا ما يهمني، اصلا ما افكر فيه، اصلا ولا جاء على بالي، اصلا انا احسن بدونه. وكلنا هني عارفين من اول كرتين انه هو هني عارف مليون في المية ان الحقيقة انه هو مو احسن حالة بدونك، ومو بنفس السعادة بدونك. فقاعد هني قلل من قيمتك وقيمة الشيء اللي كان يجمعكم يوم من الايام. مشاعره كلها ما فيها شوية نضج، ولكن احس هني قاعد يتصرف بهالطريقة السلبية شوي، نابعة طريقة تصرفاته من إحساسه بالألم، يفتقدك، ولكن في نفس الوقت ما يتجرأ يقول لك مثلا إني مشتاق لك، فقاعد يظهره بطريقة سلبية. السؤال الثاني، هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال؟ عندنا الغصنين، تو فونز، كرت الشراكة، كرت البزنس، توا قاعد يبرعم، توا قاعد يطلع البزنس، توا قاعد يخرج إلى العلن، وست الخماسيات وملك النار. هو مو راضي، أو خلني أقولها لك كذي يا برج الميزان عشان نكون صريحين، هو لحد الآن متمسك بقراره بالانفصال، عنده عتاب، عنده لوم، بس يقول بينه وبين نفسه إنه لو رجع فيني الوقت
ما راح اغير شيء، راح اظل انفصل عن برج الميزان. ليش؟ احس انه في شيء كان محتاج انه يسويه بخصوص علاقاته، بخصوص البزنس. البزنس كان يبي كبره، كان في مرحله انه قاعد محتاج وقت وايد يركز على نفسه، يبني مستقبله بعيد عن العلاقات وعن الناس، يرتب اموره حتى مع اهله في البيت. عنده مشكله في اولويه من اللي للكلمة الأخيرة بخصوص ارتباطه مثلا داخل المنزل، مدى احترام أهله له وعائلته، ما يحترمونه يمكن لأنه ما أنجز وايد. ففي ذيك الفترة هو إحساسه أن أنا لو ظليت مع برج الميزان راح أكون مشغول في الحب وفي الإحساس الجميل، ما راح يأتيني الوقت ولا الطاقة ولا راح يكون عندي دافع أني أطلع وأروح أثبت نفسي وأنجز وأحقق. هني أشوف كارت في أموال، حقق لنفسه مستقبل، دخل، أوجد لنفسه ممكن شراكة، حتى شراكة عمل، شراكة جدا ناجحة جدا لها مستقبل واعد، وحصل على الاحترام. شوف، انفصل عنك، هو يقول لي هني انفصلت عن برج الميزان، ولكن ما أقدر أقول أني ندمان لأنك استغليت هذا الوقت، وقت الانفصال، بأني أنجز أمور جدا مهمة على الصعيد المادي، على الصعيد العملي، على صعيد البزنس مالي، وحصلت على أشياء ما كنت أملكها قبل. حصلت على الاحترام من الناس، ابتديت أبين عند الناس أن أنا شخص جاد. ممكن جدا هني عندنا كرة الشمس وكذا طاقة نارية، عندنا طاقة برج الأسد جدا واضحة، وعندنا أيضا الحمل والقوس، لكن أكثر شيء أحسها ممكن تكون حمل أو برج الأسد. فهني كأنما مو ندمان، لأنه يحس أنه كان ضروري أن يصير الانفصال عشان يروح ينجز، إما ينجز أشياء إما يروح يكمل العلاقات الثانوية اللي كانت عنده. لأنه يحس أنه شوف داخل، يعني حتى لو ظل معاك في علاقة راح يظل مثلا يخون، راح يظل عنده خيارات ثانية، فمو حق ومو عادل أنه يخليك في حياته ويخونك في نفس الوقت. فهو يقول أنه أحسن أن أنا سويت هذا الشيء عشان ما يتم في حياتي وأتم أغلط في حقه مثلا. هاي طريقة تفكيره. السؤال الأخير، ما هي خطوة القادمة؟ عندنا 7 الأكواب. أنا توقعت أن هذه راح تكون خطوة القادمة، لأن هذا الشخص تصرفاته شوي غير ناضجة، وتقدر تتنبأ بأفعاله. أفعاله أنه راح يظل يحط عينه عليك، يسأل عنك من بعيد، يراقب كل خطواتك، كل تحركاتك، ما يبي يرجع لك الحين، أحس طاقته، ولكن في نفس الوقت مو مستعد أنه خلاص يتخلى عنك للأبد، لا، يظل حاط عين عليك من بعيد. 10 الأكواب، أوكي. 6 الأكواب، أشوف إن شوية بس هني من يأسس وينجح زيادة في عمله وفي المادة وفي الدخل ماله، راح يحاول على طول إنه يشغل نفسه في الحياة العاطفية، على طول راح يتوجه نحو الزواج والحب والتعارف. 6 الأكواب، في شخص، انت يا برج الميزان مر عليك شخص سمعت انه هو زميل عمله، سمعت انه هو مثلا من اهله، من معارفهم، مر عليك، سمعت باسمه شخص، احتمال حتى من ماضي الشريك، هو اللي راح يحاول انه يرد يفتح معاه باب. هذا الشخص يرد يفتح معاه باب، يرد يحاول انه يرجع له او يكلمه، ياخذ اخباره، لان هذا الشخص يشوف انه تغيرت نواياه، صار الحين صار يقدر شريكك. لا تنسى ان شريكك الحين قاعد يحقق انجازات مادية مهمة، قاعدة تجي فلوس، فقاعد تشوف انه ممكن يكون بالعكس انسان زين اني ارتبط فيه، لان صار انسان عنده فلوس، عنده احترام، عنده جاه امام الناس، عنده جاه، كان ولا شيء الحين صار عنده جاه انزين، او كان مو مؤسس نفسه الحين صار مكون نفسه. ولكن اللي راح يصير هو 7 الأكواب، بما معناه الخطوة اللي هني أشوفها راح ياخذها مو تجاهك أنت. هذا الشخص من ماضي شريكك راح يأتي مثل ما قلت لك، يعرض نفسه على الشريك مرة ثانية، ويريد يعطيه وعود وأحلام وردية، ويوعده بالحب، يرغبه بالحب، لأن أصلا شريكك فاقد هذا الشيء في الفترة الأخيرة، صار تركيزه كله على العمل. 7 الأكواب، هذا الشخص يحاول انه يحتال، ممكن جدا انه يكون من الابراج المائية، يحاول انه يحتال. عندنا حوت، عقرب، سرطان. طاقته اللي
عن طريق الدلع والسوالف الحلوة السوالف الطيبة يخليك تنسى، يخليك مثل اللي تدخل في غيبوبة ما تحس باللي حولك. ولكن للأسف أشوف كأنه ما في تدخل إلهي راح يسد الطريق بين هذا الشخص اللي يحاول يدخل في حياة شريكك، لأنه مو هو اللي المفروض يكمل طريقه معه. ما أحس إنه كذي، أحس رقم 7 هو نهاية مسدودة للطريق بين هذا الشخص اللي من ماضي شريكك احتمال وشريكك. فحتى لو حاول بكل الحيل والألاعيب إنه يرغب فيه، يعرض نفسه عليه، يفتح معه باب من جديد، ما أحس إنه في باب راح ينفتح، لأن شريكك أصلا لحد الآن ما قطع الأمل منك ومن علاقتكم. نشوف الحين العزاب. العزاب أول سؤال لكم، ما هي مواصفات الشخص القادم في طريقك؟ الكوب الصغير page of cups ممكن يكون من الأبراج المائية، حوت، سرطان، عقرب. هذا الشخص ما يخلي أحد في حالة، يعني لازم أقرأ الطاقة اللي أمامي. أوكي، هذا الشخص ما يخلي أحد في حالة، من نوع اللي أي أحد يطوف عليه، إذا هو مثلا رجل اي امرأة يشوفها يقابلها يحاول معاها، يحاول انه يفتح باب معاها. واذا كانت هي امرأة فهي امرأة مثلا من النوع اللي تبتسم للكل، تحاول مع الكل، توهم الكل، فاتح الابواب للجميع، ولكن ولا واحد من هالابواب هو باب جاد. الكلام المعسول للجميع. اوكي، بوفيه، اسميه انا بوفيه، شخص مثل البوفيه، ادخل واختار الاصناف اللي تناسبك. ما احس انه جاد. زين، الكوب الصغير طاقة المراهقين معناته انه مو ناضج ومو جاد، مو جاد في الارتباط او في الاستمرار حتى في علاقة جادة لفترة طويلة. 10 الاغصان، هاي التصرف يخص اكبر منك بعشر سنوات يمكن. اوكي، او في شيء صار في حياته قبل 10 سنوات، تجربة حب فاشلة، حب كبير جدا كبير مستوى روميو وجولييت، ولكن مر بتجربة حب فاشلة فترة جدا طويلة، ممكن حتى تكون من 10 سنوات، ولحد الآن قاعد يحمل نتائج وألم، ألم فشل بذيك العلاقة معاه لحد الآن. الجروح، شفت الجرح اللي تشوفه لحد الآن ما التأم؟ هذا اللي يعاني منه هذا الشخص. 8 الأكواب، وقلت لك هني يفتح الأبواب مع الكل، ولكن ولا باب يفتح الحديث، يتكلم مع الكل، هذا الشخص يحاول مع الكل، ولكن مو بنية جادة انه فعلا يستقر يتزوج يلاقي الحب. لأن من يشوف ان الشيء ابتدى يصير جاد، ابتدى الشيء يصير يتحول لعلاقة، لحب، لارتباط، للشيء خلاص ثابت، على طول يرحل. او اذا ما يرحل يسبب شيء، يستفز شيء في الطرف الثاني عشان يخليك مثلا انت ترحل، الطرف الثاني هو اللي يرحل. عرفت؟ دائما احس عنده طاقة انا اتقدم مثلا للزواج لناس كثيرين ولكن ما في احد يقبل فيني، قاعد يتكلم ان انا مالي ذنب، كل اللي قاعد يصير هو بسببه، ترى هو ما قاعد يتحمل مسؤولية افعاله، لان هو اساسا نيته مو حقيقية بالارتباط، ولكن قاعد يلوم الآخرين، أنا أحاول ولكن ما في أحد يبيني. هو من داخل ما يبي يرتبط بهذين الناس. إنزين، ليش راح يأتي في طريقك دام إنه هو ما يبي يرتبط؟ خلنا نشوف السؤال الثاني، خلنا نشوف وظيفته وشكله وشنو أيضا تحت رأسه. عندنا كرت الزاهد أو الناسك، 10. أوكي، لما يلتقي فيك برج الميزان، طريقة تصرفاتك خصوصا الهوائية، طريقة تصرف الهواء غير متعلق بأحد، حر، يسافر لكل مكان، يطلع من كل مكان، ما في أحد يقدر يحبس الهواء، صح؟ هذه الطريقة الهوائية. طريقة تصرفاتك، احتمال حتى عدم اهتمامك، عدم تعلقك فيه لما تلتقون، هو اللي راح يخلي هذا الشخص من بين هاي الطبع اللي فيه انه دائما يعرض الحب والغزل على الكل، انه يتوقف عندك انت ويفكر، يقول ليش هذا الشخص بالذات من برج الميزان ما اقدر اشيله من بالي؟ ليش هو اللي لحد الان اظل افكر فيه عالق ببالي؟ وليش هذا الشخص انا قدرت على الكل، كل الناس قدرت اقنعهم ان يرتبطون فيني، ليش هذا الشخص مو راضي او مو مهتم حتى
رحلت أو بقيت مو فارق عنده برج الميزان. ليش؟ التساؤل بسبب تصرفاتك أنت. أشوف بعد احتمال كبير أنه هو ممكن يشتغل في شيء يخص الأمن، ممكن وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز أمن، جهاز قضائي. أشوف هذا النوع من، ولكن أكثر وقت عمله يكون في الليل، أكثر وقت عمله. 10 الخماسيات، يملك الأموال، يملك كل الأموال لأنه أكبر منك أصلا في السن، مؤسس نفسه، ولكن مو مستعج فعلا للزواج، ما يبي الزواج، رافض الفكرة، يهرب من الفكرة، قاعد يتعذر أن أنا أتقدم بس يرفضوني، أنا أحاول بس أرفض الأعذار. وحتى الساحر طلع مقلوب. الساحر لما يكون مقلوب معناتها طاقة تكون شوية سلبية. أحس هني في هذا الكارت قلت لك مجال عمله شوي ما بقول لك مشبوه، ولكن رمادي، يعني مو غلط ولا صح، ولكن فيه نوع من خلينا نقول قساوة. انت اذا سمعت عن مجال عمله راح تحس انه فيه قساوة. ممكن انه يكون حتى يشتغل في تحقيقات، يضطر انه يكون قاسي من اجل عمله، عرفت؟ او يلبس نوع من الروب، يلبس نوع من اللباس الرسمي، اللباس الخفي عشان يؤدي عمله. هذا اللي احسه. هني قاعد يقول لي انا ما احتاج لاحد، انا املك صح كل الاموال، كل الاشياء، كل الصفات، كل الاشتراطات تنطبق علي عشان ارتبط، ولكن ما ابي حقيقة، ما احتاج لاحد. لان ليش؟ لان مر بهاي التجربة الفاشلة وصار يقول انا افضل اني اكون بروحي، بروحي انا ما احتاج لاحد، ولا احد يقدر يأذيني ولا يجرح قلبي. ولكن اشوف ان انت فعلا عن طريق تصرفك بالطاقة الهوائية راح تستفز في التساؤل، احتمال كبير ان هاي التساؤل يتحول الى طاقة تخلي هذا الكارت ينعكس عنده، اصير مستقيم، اصير عنده رغبة في الزواج، اصير عنده رغبة انه يعرفك، يقضي معاك وقت اكثر. خلنا نشوف كيف المفروض تتصرف مع هاي النوعية من الاشخاص. عندنا الخماسي الصغير، عشر الأكواب. عشر الأكواب هني يقول لك في هاي الطاقة أنا سعيد معاك وبدونك، أنا راضي، مكتفي، حتى اكتفاء، يعني مو محتاج ولا شيء، ما عندي قائمة بالأشياء اللي أحتاجها. وحتى مثل ما هو يقول أنت أيضا تسوي مثل نظام المرايا، تعكس طاقته. هو يقول أنا ما أحتاج أحد، أنت بعد تقول أنا ما أبحث عن الحب، أنا مو أخر هم الحب، أنا مو محتاج ولا شيء، أنا سعيد بروحي. هاي الطاقة. ولكن هذا الشخص راح تستفز فيه طاقة فضول، لأن عنده الزاهد اللي يبحث عن شيء منتصف الليل أو في الظلام. Page of Pentacles، الخماسي الصغير مقابل الغصن الصغير، Page of Wands. هني راح يصير مقابلة للطاقة. هو من نفسه راح يرجع، مو صار عنده تساؤل بخصوصك، هو راح يرجع يقدم لك عرض، ما بقول لك عرض الزواج وعرض كبير وعرض، لا، راح مجرد يحاول انه يتواصل معاك، يفتح معاك ابواب غير رسميه للتواصل بينك وبينه. مثلا خلني احصل على انستغرامك، خلنا نطلع طلعت عشاء لو انتوا مثلا تقابلتوا في مكان العمل. او يحاول مثلا حتى اشوف هني يخلق نوع من العزيمه، نوع من التجمع لما يجمعون فيه الاهل والاصدقاء والمعارف، فقط انزين كحجة عشان انت راح تكون ايضا في هاي التجمع مثلا، لان اعرف اذا عزمتهم وهو ايضا برج الميزان راح يكون موجود. اذا قابلت مبادرة حتى هذه الصغيرة اللي مو واضحة، مو مباشرة، مو ضخمة، مو على طول راح تقيدك للزواج، ولكن هي راح تكون اول خطوة في جسر السعادة الكاملة اللي هو الزواج بالنسبة للي يبونه. يعني Page of Wands، ردك على دعوته، على عرضه، هو اللي راح يفتح الطريق بينكم إذا أنت تريد أن ينفتح الطريق. في ناس يقولوا لي لا، ما أبي هذا الشخص، أبي غيره. أنت حر يا برج الميزان، ولكن هذه هي الطاقة المتوفرة من أجلك خلال شهر 8. خلنا نشوف المرتبطين برج الميزان.
أول سؤال لكم، كيف يراك الشريك الكوبين؟ الشريك يشوف إن أنت شوي عندك طاقة، ما بقول لك تحكم، تملك، نوع من الغيرة، ولكن الغيرة الجميلة، الغيرة اللي تحب إن الشخص هذا إما يكون مشغول فيني أو شيء يخصني، يعني حتى لو مو موجود معاي في نفس الغرفة أبي إنه يكون يسوي شيء بعيد عني، ولكن يسوي شيء عشاني أنا، وقته، جهوده، أفكاره، أبي أكون أنا، فقط أنا اللي موجود عنده، طاقة اللي أنا الكل في الكل. يشوفك إن أنت تحب هاي الطاقة خلال هذا الشهر، وقاعد يشوف منك هذا الجانب، بس هذا الجانب ما أشوف أنا طاقته سلبية ترى. 4 السيوف، وراها فارس الأرض. برج الميزان، خلال هذا الشهر شريكك احتمال رح يختار ان يذهب اما في بعثة اما في نوع من السفر بعيد عنك، ولكن مو من اجل انت هني يقولك لا تفكر انه بسبب تصرفاتك. هذا الشخص قاعد يقول بينه وبين نفسه انا احتاج وقت خاص فيني، لان فارس الارض يحمل الخماس في يده، بس مو شرط يحمله من اجل ان يعطي شخص. اوكي، هذا شخص جدا، فارس الارض او فارس الخماسيات، فارس وفي، فارس يمكن الاعتماد عليه بطيء ولكن وفي. يمكن في شيء انت تطلبه من شريكك، شريكك قال لك رفض طلبك في الفترة الاخيرة، فشريكك يقول لك أنا أقدر أعطيك هذا الشيء ولكن أحتاج وقت أكثر، أحتاج وقت أكثر عشان أرتب أموري، عشان أسوي الأمور بالطريقة الصحيحة. يمكن شيء بخصوص الأموال، بخصوص الانتقال إلى منزل ثاني، الخروج مثلا من منزل الأهل، الزواج حتى. شريكك هني قاعد يطلب منك وقت زيادة عشان يرتب أموره بالطريقة الصحيحة. فقاعد يشوفك إن أنت مثلا احتمال شوية مستعجل، لأن عندنا هني طاقتين تريد الهدوء والبطء في الحركة. يمكن أنت شوية مستعجل، تريد الشيء الحين يصير. أشوف أن عندكم الحب، ولكن إما الزواج أو إما الشيء المادي ترغب فيه الحين، عندك شوية طاقة استعجال. خلينا نشوف ما هي نقاط قوتك مع الشريك في العلاقة. سوري، هني عندنا 10 الأكواب، 10 الأكواب مو الكوبين. هني عندنا الكوبين، طاقة السول ميت، الغصن الأول، السيف الصغير. نقاط قوتك مع هذا الشخص، أنت، إحنا نقول في مثل يقول إذن من طين وإذن من عجين، أنت تمثل هاي الطاقة بأجمل صورها يا برج الميزان. شريكك يشوف فيك أيضا هذا الجانب، جانب اللي مهما كان أداء هذا الشخص، مهما كان بطيء، يمكن أنت في مقارنة بينك وبين محيطك، الناس اللي تعرفهم، الأصدقاء، إن أنا مثلا شريكي سوالي، هل أنت شريكك سوالك بعد؟ مثلا بنت خالتي زوجها سوالها كذا، حبيبها سوالها كذا، يحاولون، في أشخاص هني يحاولون يأتون لك بالأخبار عشان يستفزونك، عشان يغيرون بينك وبين شريكك، يدخلون بينكم. ولكن من نقاط قوتك ان انت ما تسمح لهم، ما تثق بهم، ما تثق بهم حتى الكلام اللي يأتيك، كاشفهم، خلينا نقول كاشفهم برج الميزان، فأي اخبار استفزازية، اي اخبار تحاول ان تغير علاقتك مع الشريك، انت تصدى لها وبقوة. هذه من نقاط قوتك. من نقاط قوتك ان علاقتكم قاعدة تمشي وتنغرس بقوة، انزين، في الطريق الصحيح، ولكن متجردة، يعني بدون ما تقعد تفكر والله أهلي شنو يبون، وأصدقائنا شنو يتوقعون، ومعارفنا شنو راح يقولون. هني قاعد أشوف علاقة قوية ما بين شريكين، ما يهمها وايد رأي الآخرين، معايير الآخرين. هذه من نقاط قوتك ترى مع الشريك. انزين، آخر سؤال للمرتبطين، كيف التوافق بينكم راح يكون خلال شهر 8؟
سوري، بما ان هني طلع عندنا 10 الاكواب اللي انا غلطت وقلت لكم الكوبين، في كيف يراك الشريك؟ نقطة اخيرة راح اقول لكم اياها، شريكك احتمال يشوفك ان انت خلال هاي الشهر جدا مشغول، ما بقول لك بالاخرين، ولكن مشغول انك تضيف الناس، عندك مثلا زواج في العائلة، زواج ما بين الاصدقاء، في احد محتاجك انت قاعد تساعده في شيء يخص ضيافة اشخاص، شيء يخص ترتيب لحفلة زواج، لحفلة عيد ميلاد، ترتيب لإيفنت معين، تنسيق لحدث معين. أشوف إن أنت شوي مشغول عنه، إنزين، في هاي التنسيق بهاي الأشخاص، ممكن جدا يكونون أصدقاء أو زملاء، ولكن في نفس الوقت هذه مو دعوة للتدخل بينكم. إنزين، خلينا نشوف التوافق بينكم. عندنا الساحر، ملك الأرض، 7 الأكواب، برتبهم كذي أحسن. التوافق بينكم راح يكون ممتاز ولكن مشروط. هني قاعدة أشوف احتمال كبير أن أنت راح تستعمل الطاقة الهوائية في التواصل مع شريكك خلال هذا الشهر، لأن عندنا هني رقم 7، شهر 7 على وشك أنه ينتهي، كأنما هني الرقم هذا يقول لك انت محتاج تغير اسلوبك مع الشريك. هني في كارت الساحر انت لحد الان قاعد تتكلم معاه بالطاقة الهوائية، الطاقة الهوائية جدا ما فيها اي مشكلة، جدا قوية، جدا ممتازة، ولكن يعتمد على الموقف، انت هني محتاج تقيم الموقف. النصيحة لك ان تبتعد عن طاقة، ما أدري، أحسها عنف، أحسها طاقة هني الساحر أوامر، طاقة رح أقول الحقيقة بس ساعات الحقيقة جارحة، رح أقول الصراحة بس ترى ساعات الصراحة وقاحة. حاول أنك تبتعد عن الجانب الجاف من شخصيتك، لأن أنت بحاجة عشان تتواصل فعلا مع شريكك بالطريقة الصحيحة. تشوف شريكك عنده كرتين، احتمال أن شريكك أيضا شريكك برج ترابي، جدي، ثور، عذراء، عنده كرتين في هاي الجانب ترابية، بما معناه أحس إن شريكك جدا محتاج منك هذا الشهر. أول شيء عشان التوافق يكون 100%، طاقة الهدوء، الرضا، اللون الأخضر، الرضا، القناعة، عدم المقارنة، ما نقارن وضعنا بوضع الصديق، وضعنا بوضع أحد من الأهل، وضعنا بوضع أحد من الإخوان، طاقة الاستماع، طاقة ان لا تحاول تتحكم بزمام الامور وبالشريك، اوكي، طاقة المرونة، طاقة الحنية، هذه هي طاقة الارض. اذا اخذت طاقة الارض اكثر، توافقك مع الشريك ان شاء الله راح يكون جدا ممتاز خلال هاي الشهر، راح يكون في ميرورينج، يعني انت على هاي الجانب وشريكك على الجانب الثاني وفاهمين بعض جدا سعيدين، بما ان عندكم الكثير من الكروت اللي فيها طاقة الماء.